السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سامي من قناة دراغون. أجنكم هذه المرة فيديو جديد بعد سحبة طويلة لمدة شهر، طبعا سلكوا هاري و المهم موضوعنا لهذا اليوم راح يكون على لابتوب مناسب لدخول اجتماعي لسنة 2019-2020. سو لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط على زر اللايك وخليك معنا حتى نهاية هذا الفيديو. ضيفنا لحلقة اليوم هو الأسطورة ديل إنسبريسون 15. نبدأ بالمنظر الخارجي لهذا اللابتوب، حيث يأتي بحجم كبير 15.6 إنش بشكل أنيق وجذاب شبيه بجهاز الماك بوك برو، يتوفر بلون رمادي والأسود مع قليل من اللمسات بالكروم على الحواف كما نشاهد في هذه الصور والفيديوهات. الآن ندخل إلى المواصفات الداخلية لهذا الجهاز، حيث عندنا شاشة Full HD تردد 16 رامات 4GB DDR3. والآن إلى معالج، حيث أننا نقول أن هذا الوحش مزود بمعالج Counter Earth 5 2.2 GHz بنواتين اثنتين، مناسب يعني جدا لأغلب الأعمال المكتبية وكذلك تشغيل بعض الألعاب. كارت الشاشة مدمج من انتل. بالنسبة إلى أداء هذا اللابتوب كما قلت سابقا، هو جدا ومناسب للاستخدام المكثف مع الألعاب وكذلك مختلف الأعمال المكتبية بسرعة وسلاسة تامة. أخليكم مع بنشمارك هذا اللابتوب وسوف أعود بعد قليل. وكما شفتم هذا هو أداء اللابتوب، جميل جدا. طبعا هذا اللابتوب موجه لفئة الطلبة والعمال كما قلت سابقا الذين يقومون بأعمال مكثفة عليه. المهم لو عندك أي استفسار راسلني على حسابي في الانستغرام، يأتي لكم في الشاشة الآن، أو على حسابي في الفيسبوك لأرد عليكم وأحاول مساعدتكم. وإلى هنا وصلنا هذا الفيديو، لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك، ولا تنسى كتابة كومنت جميل بطبيعة الحال، وهيا بيس اوت.